وسط أناشيد المديح والابتهال، جاء احتفال أم الكنائس بعمان هذا العام بعيد انتقال أم المؤمنين والدة الإله العذراء بالنفس والجسد إلى السماء. فالتقى الأبناء لتفيض محبتهم نحو أم المخلص، وترددت ابتهالات المصلين أن تحفظ السيدة العذراء كنيستهم الأولى، وأن يحفظ الرب الإله وطنهم الأردن من الوباء والبلاء. ترأس صلاة الأب نبيل الحداد راعي الكنيسة، وشارك في الاحتفال أعضاء المجلس الرعوي وأخوية أم الكنائس وحشد من المصلين. وبعد الصلاة توجه الجميع وتتقدمهم أيقونة السيدة العذراء إلى باحة مركز البابا فرانسيس للثقافة والحوار، حيث أقام الأب حداد رتبة تبريك الموقع المقرر لتشييد مزار سيدة أم الكنائس. من أم كنائسنا في هذا الوطن الأحب والأعز والأغلى والأقدس، نأتي من أم الكنائس لنقدم واجب الإكرام لسيدتنا العذراء مريم البتول والدة الإله، التي أعطتنا ابنها، التي أعطتنا حبها، التي ظلت تحفظ كل الكلام في قلبها. نأتي عشية عيد انتقالها بالنفس والجسد إلى السماء في عيد رقادها، نأتي إليها كأبناء يحبونها ويحبون ابنها، ونقدم مع الإكرام، نقدم صلواتنا من أجل أن يحفظ الله هذا الوطن، من أجل أن يبني كنيستنا، فكنيستنا بحاجة إلى أن تبقى دوما مثل هذه الأم، أم الكنائس، أن تبقى دوما شاهدة على حضور مسيحي في هذه الأرض المباركة. نأتي هنا ونحن نعتز بإيماننا، بعقيدتنا، نعتز بانتمائنا إلى ابن المحتفى بها، إلى السيد المسيح الذي إليه ننتمي، والذي نحمل اسمه في وطننا، ونتضرع إليه أن يبقي على زخم هذه الشهادة المسيحية المرتبطة من الأرض إلى السماء، والتي تحمل وصية السماء لتعيشها على هذه الأرض. هذه أم الكنائس كأم لكنائسنا، وشاهدة على حضورنا الملكي الكاثوليكي في هذه المساء المريمي المميز المتميز. نأتي هنا ونلتف حول أيقونتها الطاهرة التي رسمها لوقا الرسول، والتي نحملها نحن في قلوبنا. أصافح كل الأمهات اللواتي عشنا الحب، عشنا في بيوتهن، وأنجبنا لنا أبناء يعرفون الله ويحبون واجب البنوة. أصافح كل الأمهات، أصافح كل بني وطني، وأقول كل عام والجميع بألف خير. فهذه السيدة التي في ولادتها حفظت البتولية، وفي رقادها ما تركت العالم، هي لن تتركنا، ونحن سنبقى نلتجئ إليها وإلى مزارها وإلى محبتها وإلى قلبها الكبير كلما احتجنا نحن بنيها.